السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك في حلقه جديده من حلقات تكمله حلقات الاينس. النهارده هنتناول مع بعض موضوع الداتوم داستاتوم التاريخ. بعد قليل هنتناول الموضوع ده بالتفصيل. اهلا بيك اهلا بيكي. موضوع النهارده يا جماعه زي ما قلت في المقدمه هو داس داتوم. لسه ما تناولناهوش بعد لحد دلوقتي، وهو طبعا مهاره اساسيه من مهارات الايز. اول حاجه، انا ازاي اسال عن التاريخ يا جماعه؟ ازاي اقول لك احنا بنقول بالعربي كده النهارده ايه؟ ها، كم التاريخ اليوم؟ اوكي، فانا اقول لك ايه؟ فيلشا تاج ايست هويتر. يعني اي الايام اليوم. وطبعا AR هنا عشان خاطر التاج اداه تدير، التاج اداه تدير، فانا حطيت هنا ايه؟ AR. حطيت ايه؟ AR. فاقول لك ايه؟ فيلشا تاج اس هويتر. انت ممكن ترد عليا تقول لي النهارده الاثنين، ثلاث، زامستاج، دينستاج، وممكن تقول لي التاريخ كمان. بس في كمان سؤال بيسالوه عمال يقول لك دير في فيلت است هويتر. دي كده معناها ترجمتها حرفيه تاريخ النهارده كام؟ دير في فيلت، ماشي، في فيل اللي احنا بنسال بيها على العدد، ماشي، في فيل. فهو انا حاطه لك، قال لك دير في فيلت است هويتر، يعني كم تاريخ اليوم؟ فيلشا تاج است هويتر، دير في فيلت است هويتر. اما رد انا هرد ازاي؟ هرد اوضح لك ازاي بنرد. هويتر است دير فيرت اوغوست zum Beispiel. دير فيرت ممكن تكتبه بالحروف كده، وممكن تكتبه كده وتحط نقطة، النقطة دي معناتها ان عدد ترتيبي. يعني احنا مثلا بقول لك ايه؟ النهاردة هو اليوم الرابع من اغسطس، اليوم الرابع من اغسطس، ما اقولش النهاردة اربعة، بقول لك الرابع، يبقى هو ترتيبي. عشان كده هناخد الاعداد الايه؟ الترتيبية دلوقتي بعد شوية. يبقى انا برد ازاي؟ بسأل بقول ايه؟ فيلشا تاج است هويتر، دير في فيلت است هويتر، اوكي؟ هويتر است دير فيرت اوغوست، اوكي؟ Heute ist der 4. August 2020. بنقراها كده من اول سنه 2000. 2020. اوكي؟ اقول لك ايه؟ Morgen ist Montag. Morgen ist Montag. وبعمل كومه، ماشي؟ وبقول بعد كده دير، لان التاج كله ايه بياخد دير. Der 5. September. Der 5. ليه دير؟ لان التاج اداته ايه؟ دير. التاج اداته ايه؟ دير. يبقى مورجن است مونتاج دير 5 سبتمبر. هنا يا جماعه بصوا، هنا يا جماعه انا بقى جبت لك، انا قلت لك ان انت بتستخدم الاعداد ايه؟ اوردنج تسالن، اللي هي ايه؟ الترتيبيه، اول، الثاني، الثالث. طبعا من احد استخداماتها هو التاريخ، لكن انت ممكن تقول ايه؟ ايش بين دير است، انا الاول، اوكي؟ ايش بين دير تسفايت، اوكي؟ طب انا فرحان ليه؟ اوكي؟ ايش بين دير دريت، اوكي؟ بايرن ميونشن است ايرست مانشافت زوم بايشبيل. ممكن تستخدمها في ايه؟ في مجالات عده. طب احنا بنقولها ازاي دي بقى؟ بص معايا. الواحد الاول بقى اسمه ايه؟ يعني فيرست بالانجلش مثلا، او الاول بالعربي، يقول لك ايه؟ ايرست، دي ايرست، زفايت، دريت، فيرت، فنفت، زكست. يبقى انا بحط ايه؟ خلي معايا، بحط ايه؟ اهو اديك زي ما انت شايف، بحط تي ايه؟ زكست، سيبت، اخت، نونت، تسنت، الفت، رقم 11، تسولفت، 12، الترتيب ال 12، دراي تسنت، فير تسنت، فنف تسنت، زش تسنت، سيب تسنت. خلي بالك انا قلت ايه؟ زش تسنت، ما قلتش زكس تسنت، اوكي؟ يبقى زش زكس ت زش تسنت. وهنا مش هقول زيبن تسنت، لا، هي زيب تسين، العدد عادي اللي انت حافظه اصلا. يبقى زيب تسين، زيب تسنت، اخ تسين، اخ تسنت، نوين تسين، نوين تسنت. يبقى انا من اول واحد لحد 19 انا بحط تي ايه. طب من اول 20 بقى بحط ايه؟ اهو 20ست، 20ست، بحط كده اس تي اي. طبعا نطقها صعب، نطقها صعب. سمعت برضو الماني يقول لك ايه؟ 20ست، 20ست، ها، بحط اس تي اي 20ست. وسمعت برضو الماني بيقول لك 20ست، يعني زي ما يكون كده بيحط لها ادغام، بيعملها ادغام 20ست 20ست، اوكي؟ 20ست، قولها زي ما انت عايز، بس اهم حاجه تكون فاهم، اوكي؟ يبقى انا بس عايز اقول مثلا النهارده تاريخ 25
سبتمبر يبقى لك ايه 25 سبتمبر اوكي النهارده مثلا 27 اغسطس 27 اغسط اون ذا فايتر ماشي 20 21 22 وهكذا طب يوم 30 تقول ايه 30 كله طبعا لحد 99 4 الحاجه اللي انا كنت عايز استعرضها معاك هو اما تيجي تنطق سنه ميلاديه قبل 2000 احنا بنقول زي ما مش هقول 9900 زيبتسيش هقولها ازاي بنطقها ازاي الاعوام اللي هي قبل 2000 بنطقها كده بقول ايه 1900 زيبتسيش 1900 زيبتسيش ماشي 18 عايز اقول 1560 يبقى 1500 ها زيشتش انا كنت قلت ايه ماشي 1000 مثلا 1519 يبقى 1519 ماشي الثوره الفرنسيه حصلت امتى 1798 1798 اون ذا فايتر اوكي بس ما ضلش الحاجه واحده بس هنعمل باوز بعد الباوز ان شاء الله هستعرض معاك امتى لو جت قبلها حرف جر لو التاريخ جه قبليه حرف جر استناني بعد شويه هنكمل الموضوع اهلا بيك اهلا بيكي من جديد دلوقتي احنا عايزين بقى نستعرض لو مع التاريخ مع حرف الجر هنعمل ايه بالظبط فانا هنا دلوقتي اما اقول لك فان هاست تو جيبورتستاج فان هاست تو جيبورتستاج يعني ايه متى عندك عيد ميلاد او عيد ميلادك امتى في فيل 10 هاست تو جيبورتستاج يعني في تاريخ كم عندك انت ايه عيد ميلاد فانت هتيجي ترد ايه هتيجي ترد تقول ايه ايش هاب ام فير 10 اكتوبر جيبورتستاج طب انا هنا ايه اللي حصل في الجمله انا في الاول قبل الفاصل قلت لك ايه دير في فيل تا دير في فيل تا ايست هويت ها انت قلت لي هويت از دير فير تا اما دخلت عليه حرف جر حرف جر ام عمل ايه داتيف فاضطريت هنا ان انا احط ايه ان اضطريت ان انا ايه احط ان زي ما انت كده بتقول في اللغه العربيه بتقول الاول من يناير لكن انا ايه عيد ميلادي في الاولي ها اما جبت فيه حطيت ايه كسرت فقلت الاولي بالظبط هي كده في الالماني ان انت اما يجي لك دايما ام تحط للعدد التصاعدي هنا ايه ان بتحط ايه العدد الترتيبي بتحط ان اوكي يبقى فان هاست تو جيبورتستاج ام في فيل 10 هاست تو جيبورتستاج تقول ايه ايش هاب ام 4 اكتوبر جيبورتستاج ايش هاب ام 4 اكتوبر جيبورتستاج طبعا دي تطبق على اي حاجه فان فليجن زي ناخ دوتشلاند هتسافر امتى المانيا ايش فليج ام 1 يناير ايش فليج ام 1 يناير ده كان موضوع تاريخ يا جماعه طبعا اهم حاجه بعد كل ده ايه ان انت تطبق هديك طبعا مذكره فيها إيه اسئله واجوبه تبدا تطبق اللي انت اتعلمته ده عليها اشكرك واشوفك ان شاء الله في حلقه جديده من تكمله الحلقات الاينس اكتب لي في تعليق كل الحلقات اللي انت شايفها ناقصه في الاينس عشان نكمله عشان يبقى مرجع لاي واحد عايز يتعلم المانيه اللغه الالمانيه في اي وقت هو القناه عباره عن ارشيف لتعلم اللغه الالمانيه اشكرك واشوفك ان شاء الله في حلقه جديده وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب واشوفك ان شاء الله في حلقه جديده تشيز